انا تعبت منك ومن تصرفاتك، ما بتعملش حاجة في حياتك غير الخروج مع اصحابك، وعمرك ما فكرت فيا انا وبنتك. انت مجنونة؟ ازاي تكلميني كده؟ بقولك ايه، انا مش عايز الجوازة دي تكمل، انا مش عايزك في حياتي، وانا زهقت منك ومش عايز اعيش معاك تاني. خلاص اطلع بره حياتنا حالا وما تجيش هنا تاني، يا ريت تطلع بره البيت. خلاص انا هسيب لك البيت وامشي. احسن، اوعى تيجي هنا تاني. ماما ازيك يا حبيبتي، انت رجعتي من المدرسه؟ ايه ده يا ماما، هو بابا ساب البيت؟ ماما قوليلي بابا راح فين. بابا مش هيجي تاني يا حبيبتي. لا ما تقوليش كده يا ماما، انا مش هعرف اعيش من غير بابا. ندى ندى استني. حبيبتي ارجوكي ما تعيطيش، سيبيني لوحدي يا ماما، مش عايزه اتكلم معاكي. حاضر يا حبيبتي انا همشي، وكمان هوديكي لخالتك لغايه ما اعصابك ترتاح، علشان انا كمان مش هعرف اخد بالي منك. بابا ارجعلي يا بابا. أمينة أختي حبيبتي إزايك عاملة إيه؟ أنا هجيبلك ندى تعيش معاكي فترة، علشان أعصابي تعبانة ومش هقدر أخد بالي منها. ماما انتي واخديني ورايحين فين؟ هوديكي عند خالتك، المكان هناك هيبقى احسن ليكي دلوقتي، انا متأكدة هتبقي مبسوطة هناك قوي. يعني بابا يسيبنا وانتي عايزة تسيبيني دلوقتي؟ ده لمصلحتك يا حبيبتي. ايه ده انتوا وصلتوا؟ الحمد لله على السلامة، وحشتيني قوي، بقالي كتير ما جيتيش عندي. وانتي كمان وحشتيني. ماما هي مين دي يا ماما؟ ازيك يا ندى، انا خالتك. خالتي؟ انا عمري ما شفتك قبل كده. انا اسفة يا حبيبتي، انا بس علشان عايشة بعيد عمري ما جيت عندكم، بس انا مبسوطة قوي اني شفتك. انا همشي، ارجوكي خدي بالك من ندى. ماما رايحة فين وسايباني لوحدي؟ ما تسيبينيش يا ماما. ما تخافيش يا حبيبتي، انت مش لوحدك، انا معاكي. يا حبيبتي يا ماما، يا حبيبي يا بابا. وحشتوني. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ ايه في ايه مالكو؟ حرامية يا ماما، حرامية دخلت البيت. ما تخافيش يا حبيبتي، دي ندى بنت خالتك. ايه بنت خالتي؟ ايوه بنت خالتك، وهتعيش معانا من دلوقتي. ايه ده بجد هتعيش معانا؟ الله انا فرحانة قوي. طيب انا هسيبكم بقى تتعرفوا على بعض، يلا تصبحوا على خير. انا اسمي ريم وانتي ندى صح؟ ايوه ندى. انا فرحانة قوي ان انتي هتعيشي معانا، طول عمري كان نفسي يبقى ليا اختي في سني. انا فرحانة قوي. ايه ده بجد فرحانة؟ ايوه طبعا. بتعرفي تلعبي روبلوكس؟ ايوه بحبها جدا، وبقينا صحاب جدا انا وريم، وبقينا نروح في نفس المدرسة. ندى ندى اصحي، اتأخرنا على المدرسة. ايه ده فاضل قد ايه على المدرسة؟ قدامك 10 دقايق وتكوني جاهزة.
ايه 10 دقايق؟ انا محلتش الواجب، هعمل ايه؟ روحي جهزي انتي، انا هعملك انا الواجب. ماشي، انا روح البس بسرعة. يلا انا جاهزة. شعرك متنحكش قوي. شعري انا؟ انا شعري احلى من شعرك. طيب استني هصرحهولك. خلصتي؟ ايوة كده شعرك بقى جميل قوي. يلا نروح المدرسة. شكرا يا ريم قوي، الواجب طلع كله صح وجبت 10 من 10. ايه ده؟ ده تقريبا الولد الجديد اللي معانا في المدرسة، بس بيقولوا عليه شخص وحش قوي. انا سمعتك، انت ازاي تتكلمي كده عليا؟ انت شكلك عايزة تنضربي. انت ازاي تكلمها كده؟ انت اللي عايز تنضرب. خليكي تندمي على الضربة دي. الضربة دي عشان تتعلم الأدب، ولو عملت حاجة تاني هضربك تاني. يلا يا ريم. ايه ندى ده؟ ما كانش المفروض تضربيه قوي كده. لأ، كان لازم ينضرب علشان ما يفكرش يعمل فينا حاجة وحشة. لا يا بنتي، ممكن يطلع ولد غلبان واحنا ظالمينه. الأيام بينا، هنشوف لو هو كويس ولا وحش. ايه في ايه؟ بتضحك على ايه؟ في ورقة على ظهرك مكتوب عليها اضربني، فأنا جاي أشوف انت عايزاني أضربك ولا لا. مين اللي عمل فيا كده؟ والله لازم المدرسة وأمشي. ريم انت رايحه فين؟ انت يا ولد، ريم بتجري ليه؟ انت ضايقتها؟ ابدا ما عملتلهاش حاجه. امال هي بتجري ليه؟ اصل الولد الجديد حط ورقه على ظهرها مكتوب عليها اضربني. ماشي انا هوريه، انا لازم الحق ريم. ريم مالك؟ الولد الجديد خلى المدرسة كلها تضحك عليا النهاردة. انت كان عندك حق، الولد ده طلع وحش قوي. مش قلتلك علشان تسمعي كلامي بعد كده؟ بس ما تقلقيش، احنا هنعاقبه على اللي عمله ده. يا ترى ايه المقلب الجديد اللي هعمله في البنات؟ خالد احنا جايبين لك هدية. والهدية دي علشان ايه؟ بصراحة انت طلعت ذكي قوي، وعايزينك تبقى صاحبنا وما تعملش فينا مقالب تاني. ايوة كده، لازم كلكم تمشوا ورا خالد. اتفضل الهدية. يا ترى جايبين ايه في الهدية دي؟ ايه ده؟ قنبلة. انت عملت فيا ايه؟ الحقوني. ايه رايك في المقلب اللي احنا عملناه في الولد النهاردة؟ ايوه انا كنت هموت من الضحك، والمدرسة كلها ضحكت عليه. الحمد لله عرفنا ناخد حقنا، واكيد مش هيقرب لنا تاني ابدا. انا فرحانه قوي يا ندى اللي انت عايشه معانا، كان نفسي طول عمري يبقى عندي اخت زيك. وانا كمان فرحانه قوي، مش ناقصني بس غير ماما تعيش معانا. انا لازم اروح ادور عليها.
ماما ازيك؟ وحشتيني قوي. ندى حبيبتي انت كمان وحشتيني. كده يا ماما تسيبيني كل ده؟ معلش يا ندى، انا حالتي النفسية وحشة، ما كنتش عايزاكي تشوفيني وانا كده، وانا مطمنة طول ما انت عند خالتك. لا يا ماما، مش هينفع اسيبك لوحدك تاني، وانا اتكلمت مع خالته وهي عايزاكي تيجي تعيشي معانا. مش عارفة يا ندى، انا تعودت اعيش لوحدي. انت متأكدة يا ندى ان انت عايزاني اجي اعيش معاكم بحالتي دي؟ ايوة طبعا يا ماما، وانا هاخد بالي منك واكيد هتبقي احسن. ماشي انا موافقة اجي معاكي، بس بشرط اول ما حالتي النفسية تتحسن نرجع تاني نعيش هنا. اخيرا يا ماما وافقتي؟ صدقيني يا ماما هتبقي كويسة طول ما في جنبك ناس بتحبك.